احنا تكلمنا الحين عن انواع السكر، خلينا نرجع لانواع اعتلال الشبكيه السكري، هل له انواع؟ اي طبعا. السكر يؤثر على العين، يؤثر على الشبكيه بجزئين مهمين. اول شيء من ناحيه النزيف ونمو تليفات وشد وانفصال شبكيه، هذا على الشبكيه نفسها. والشيء الثاني على مركز النظر اللي يسوي له تجمع سوائل وارتشاح او دهون على مركز النظر. هذول الجزئين الاساسيين من تاثير السكر على الشبكيه. طبعا السكر ياثر بعد على عدسه العين، ممكن يصير يجيب الواحد يسوي له مويه بيضاء بعمر مبكر. المويه البيضاء بالاصل تيجي مع تقدمنا بالعمر، تعدى 60 70 كلها بتيجي مويه بيضاء. لكن مريض السكر تلقى عمره 40 ولا 35 ولا 45 وبادي تجي عنده مويه بيضاء، لان السكر عنده ما هو كنترول. فبشكل عام تاثيره يكون زي ما قلنا لحت الشبكيه، نزيف وتليفات او انفصال، وهذه مراحل متقدمه، او يكون في ارتشاح على مركز النظر. طبعا في شيء مهم جدا، المرضى السكري اذا كان المريض عنده مشاكل بالضغط الدم او كوليسترول، شغلات هذه تزيد تاثير السكر على الشبكيه. فالتنظيم الجيد لضغط الدم او الدهون في الدم يساعد كذلك في وقايه الشبكيه من تاثيرات السكري عليها. نعم. في طبعا في